يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدم لبس الكمام في العمرة وفي الأماكن المزدحمة يعد من التوكل؟ التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، ما هو بالتوكل على الله معناه أنك تترك الأسباب النافعة، بل خذ الأسباب النافعة وتوكل على الله، لا تعتمد على الأسباب، تترك التوكل على الله، ولا تعتمد على التوكل وتترك الأسباب، بل اجمع بينها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين، وكان يلبس الدرع في الجهاد، كان يلبس المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام، ويحمل السلاح، يأخذ الوقاية، يقول أنا متوكل على الله ويترك الأسباب. نعم.